نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية المسيري التابعة لمركز كفر سعد. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية. ميزة القوافل ان هي بتستهدف الاماكن البعيده والمحرومه من الخدمات الصحيه، وكمان ميزتها ان احنا بننزل للمريض لحد عنده، فبنسهل على المرضى كبار السن والاطفال طبعا سبل الكشف والعلاج اللي بتتقدم لهم من خلال القافله. النهارده فيها 12 عياده تخصصيه، كل عياده بيكون فيها الطبيب او اخصائي او استشاري معنا. كمان في القافله خدمات مكمله للخدمات الكشف، كمان زي مثلا الصيدليه اللي فيها اكتر من 150 صنف دواء، معنا برضو معمل متكامل فيه أكتر من 40 تحليل. كل خدمات القافلة مجانية للمريض من أول قطع التذكرة اللي بتتم للمريض بالرقم القومي الخاص بيه، مرورا بالكشف بالعيادات. مدرستنا فتحة أبوابها للقافلة الطبية اللي مزودة بجميع السيارات، وفيها 14 سيارة بها جميع التخصصات والأشعة والتحاليل، والحمد لله في إقبال شديد من أهالينا. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة حياة كريمة لكل مصري ولكل مصرية. وعندنا النهارده بنستقبل القافلة الطبية في مدرسة المسري ونخدم الأهالي، وعندنا 14 سيارة جميع التخصصات، وموجود عندنا متوفر عندنا التذاكر بالمجاني.